وش عباس؟ وش درتي فيها؟ بعد السعادة عند فريد نحيهالو. وش ينحيلو؟ كارت ميموار. وش من كارت ميموار عباس؟ خليك منها وشوف فلوكها وعطاها للطليان. اقضيها في وقتك بركة. لازم نلقاها نكسر جدام بعد الفلوقة سهل. دبر راسك اخوي انت اللي تعرف. ما نسحق حتى واحد يحكم عليا بروف. وانت ساعدة تمن فيها؟ نورمال، اعطيها دراهم برك. والمشكلة انا اللي ما فيهاش الامان. المهم عباس كنت تحب تحرك، عندي صحابي يخدموا في المرجان وهما عندهم السريع وانا ندبر راسي بعد. من اللي كنت قادر نروح لاوروبا بكوارتي بدراهمي بطيارة ولا بابور، وليت نحوس كيف نروح لها حارك بفلوقة. شفت دعاوي الشر كيفاه اللي كنت نسميهم لي زافير، فسدت حياتي بلا ما نفيق. صوت تاع الديابة هذا ديابة. واش من ذيابة؟ عندك ديابة عايشين معاك. ذيابة الكبار نحن. ها؟ تبات عندي اللالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فريد ما كانش هنا؟ لا مازال ما دخلش الدار. كاش ما تحتاج عنده؟ ما حضرش الجنازة نتاع مو، قلت نعزيه بارك وهذا ما كان. دير دورة وعاود رجع. سينو شوف جهة البحر بالك تلقاه. يرحم والديك الشيخ تعيش. ما قلت ليش واش اسمك؟ سعادة. هو هنا فريد. عظم الله اجركم. الله يسلمك. هاي تشرب معي قهوه هنا؟ كثر خيرك والله ما قادر. خلي غدوه ان شاء الله نتلاقاو ونتقهوى. نحتاجك. من وجهك تبان ما راكش مليح يا فريد. تعلمت مني روحك يا فريد واش بيك؟ انا جيت نعاونك. ياك تعرفني بلي قادر على روحي. فريد. لا بوليس ما لاحظتو على التليفون نتاع باباك. او تعود تمد لهم التليفون وما يغرقوه في الحبس. انت فين على بالك في الحكايه هذه؟ فين على بالي؟ انا نحضر فيك وانت تقول لي كيفاه. واحد صاحبي متعاون الامن عندي ثقه فيه قال لي قول له يرمي التليفون ويجرها عليه. كون نرميه ما تأطرش على فرتع بابا والموتى يخرجوا من القبورة. وش بيه؟ الحكاية هادي أنا ندفنها. أعطيني البورطاب انت خاطيك. البورطابل فين هو؟ لا مشلك به.
هات الفاصيلي فين وصلوا نكسرها. سير سير ما يشرب والو البابا. فريدي خضرنا هات. خلاص دورك مشي راسك في السماء. شكون اللي جاي يحوس عليك اليوم؟ واحد صاحبي كان يصيد معايا الحوت. يبان لي شويه نتاع دعوي الشره ولا راني غلط؟ اه عمي مظاهر برك خداعه. سعاده مسكين انسان تاع خير قلبه مليح. واش خممت تروح الوهران تزور باباك؟ حايب ندير له زياره. واش نهوى هاك او بزاف عليك عمي. احكم قلت لك نخلفهم لك ان شاء الله عمي. 500 نورمال مو يكفيوك 3 ايام. المبيت تشوف بات في الحمام ولا او بالك ما عندكش عمي. ايه ما عنديش صح. هادو وسلفت من عند صاحبي رشيد. واش راح ندير؟ الله غالب اني مسؤول عليك وعلى الطفل هذا. وي وصاي عدى عليا. هاي الصحة صح. واش نديرو دورك؟ سهل خير هي عندك دورك. فين انت اكزاكت؟ الا خفت تبعتها لي انت تقدر تبعتها لي مع المسكري. كيف نديرو؟ خلاص نجيك للغابة اللي فوق الكاريير وإلا تحب نتلاقاو في الليل خير وما نطوش بلك معي دراهم. هو ما نقدرش نمدها لك ليدك يا عباس. سيبا لابا نخسرو الوقت يا اخي حكينا. اه صاي نتلاقاو نعطيك دراهمك واعطيني امانتي. شوف ما نقدرش نمدها ليدك عباس. شوف بلاصه ما على باليش انا. ماكش دير فيا كونفيونس ولا كيفاه؟ تقدر تبعتها لي مع المسكري. اسمع عباس انا تعذبت باش نحيتها الفريد مدها لك ليدك غير نسى. يا اخي حكينا. شوف كيف تبعت لي الدراهم من بعد سهله. هيا صحه صحه. وين؟ والله سمعت بودني ما هدرش على البلاصه يتلاقوا فيها. سمعت وقال ما مدهلكش ليدك. شفتو خرج من درع متفارد. شفت كاتمي ماركانت عنده
ساعدنا لازم نهزو في اقرب وقت. خايف عباس يسمع باللي حكمناه. وين واش ندير بالساعدة؟ تقدر ني عبي اش معاه ونديرو غلطة كبيرة واش خططت له كامل يفسد. سبحان الله سمعته بودني، كانت بيناتنا مخلة. عجب، حبيت نعرف اسكو السعادة اللي اتصل بعباس ولا عباس اللي اتصل بالسعادة، كيف حتى يعرفوا بعض. اسمع شلون كنت كي كان السعادة يحكي مع عباس؟ البلاصة هذيك داير فيها لعبة، قتبعو تما. نعم حضرات. فوت لي محقق. ايه هاو هنا. الو، واش اللعبة هادي؟ راك وطار بزاف. والله راه كاين مستجدات. واش المستجدات هادو؟ لا كارت ميمو عرفنا وين راهي. ومن بعد واش راك تسنى؟ عطينا شوية وقت برك الشاف ويرحمها ربي. اسمع اسمع، اكتيفيسين وجبد روحك، ساعة تقريبا يدلق وصراحو وانت مازال لك راقد. ولكن سبقك عباس الكارت ميمو راح تخسر وظيفتك. اسمع لي مليح. وي الشاف، عندك 5 ايام في يدك، دير كل الاجراءات اللازمة. هيا تحياتي. تحياتنا، شكرا. الحشيش اللي جيت الزيتون كاع نقيته، باقي هذا جيت منا غدوة نقي ان شاء الله. كمل عليك اليوم خير؟ على صحة غدوة؟ والله لا عييت عمالي، ظهري ضرني. معليش، هو اليوم جاني خدام وتعاونوا مع بعض. ما بقاش خدمة كبيرة، دو جور تروا جور صاي. هضرت لك فريد وقت ما تحب تخدم روح. ماذا بيا عمي علي؟ ومن اليوم ما كنتش مليح ليا ملي فات. هيا روح بدق شيك وتكل على ربي. فريد راح هز لابومب ورش الجرايوات. داكور. اسمع خدمة سيريو، نحبش اللعب. شد منتم وبومبي من هنا وتكل على ربي.
هاشد. مورف جينا. عمي علي كان يشري عليا الحوت وديما يقول لي روح تخدم. يا درا فهمت معاه تخدم بالجورني ولا بالسيمانة؟ والله ما على بالي، المهم نخدم وصاي. شي اللي مدلي قابل به. عليها الخدمة ما بقاتش، ضلوا تخدموا باطل. شو راهم يحوسوا عندك لابوليس؟ على راهم يتبعوا فيك؟ ما يحوسوش عليا أنا. يحوسوا على التليفون تاع بابا.